انا عايز ابوس راس اللي خلفتك واللي رباك واللي شافك واللي شربك على النادي الاهلي والعين اللي شافتك واللي راح خلص معاك واللي خلاك تمضي على الصفق واللي دفع فلوس فيك واي حد شارك في الجوهره دي هبوس على راسه وراس اللي خلفته، لان انت جبت لنا مهاجم مش موجود في الدوري المصري، وسام ابو علي برجله ماشي براسه ماشي يعمل لك اهداف، يجيب لك اهداف، اهداف من كرات حره. انت عايز ايه تاني؟ مهاجم متكامل، والحمد لله على الجوهره. الصراحه تشكر العين اللي شافت المهاجم ده وشرب على النادي الاهلي. الراجل ده مفروض تجيبوه تعملوا له تمثال في النادي الاهلي، والراجل ده يبقى هو المسؤول عن صفقات النادي الاهلي. وسام ابو علي النهارده هداف الدوري المصري ب 14 هدف اضافه مع مايلي مهاجم بيراميدز. وكمان وسام ابو علي لعب مباريات اقل منه. وسام ابو علي بيعمل مع النادي الاهلي كل حاجه. والنهارده كولر يعادل رقم مانو الجزيه 17 فوز متتالي. لما فايلر جه يعملها خسر في المباراه 17. سام البدري لما جه يعملها ما عرفش يعملها في المباراه 17 وتعثر في المباراه 17. النهارده كولر يعملها، وكمان نزل لنا عمر كمال عشان يمضي مع النادي الاهلي بالهدف الرابع. لو وسام ابو علي ما خدش رجل المباراه، مين اللي ياخد رجل المباراه؟ انا القندوسي بقى، القندوسي اللي بيجي كل مباراه قصاد النادي الاهلي ويجيب فينا هدف. بالنسبه بقى لاداره النادي الاهلي ولجنه التعاقدات في النادي الاهلي وعمنا كولر في النادي الاهلي، يا عم كولر بدل ما تجيب لي بن رمضان عندك القندوسي لاعب بيفنش كويس، بيلعب بشمال، هتحط في اي حته هيأدي لك، مهاري، بشوت كويس، سريع. عايز تاني في لاعب خط وسط كل حاجه موجوده فيه، بدنيا كويس، بيعمل لك كل حاجه. ايه بقى نروح نجيب من بره وندفع فلوس ما دام عندنا جوهره زي القندوسي؟ اخر الفيديو بشكر اي حد ساعد ان وسام ابو علي يجي النادي الاهلي، واحب اقول لك شكرا يا معلم. اوعى تفرطوا فيه، خلوه مع النادي الاهلي يكسر الدنيا مع النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله الدوري في الجزيره. باقي لنا 3 مباريات فوز وخلاص الدوري ال 44 ينور في الجزيره. بس كده، يلا سلام.